بداية اختراعي كانت في منتصف الجائحة، تحديدا في الربع الأخير من عام 2020. كانت مرحلة مليئة بالتحديات. هذه المرحلة كانت بالنسبة لي مرحلة تغير جذري في حياتي، حيث أني أوجدت خوارزمية ولله الحمد. الخوارزمية معترف بها عالميا. كان هناك حاجة لهذا الابتكار أو هذا الاختراع، وهي بالتأكيد تحل العديد من المشاكل، لأن أصل الابتكار يجب أن يكون إما أن يحل مشكلة قائمة أو إما أن يأتي بشيء جديد. أهمية ابتكاري كان بكل بساطة أن الخوارزمية تمنع سقوط الطائرة لا قدر الله في حال ارتطامها بأي من المؤثرات الخارجية، أو في حال تعطل أحد المحركات المفاجئ. فكانت ولله الحمد التجارب الأولية والنموذج الأول للطائرة مبشر بالخير، حيث أن العالم أو المجتمع في حاجة لمثل هذا الابتكار ومثل هذا الاختراع لحماية جميع عمليات الطائرات بدون طيار على المستوى العالمي في الملاحة الجوية. سعيد جدا اليوم باعتماد هذه الخوارزمية وتسجيل هذه الطائرة لدينا في المملكة العربية السعودية كأول طائرة من نوعها مصنعة محليا تحمل ابتكار سعودي ولله الحمد.